بسم الله الرحمن الرحيم. في الفيديو ده هنتعرف على الجلوبال تشينج، وبرضو يعني عشان نكمل الاكزامبل هناخد معاها اليوزر ديفايند فيلد. اليوزر ديفايند فيلد هو عبارة عن فيلد المستخدم او اللي اشتغل على البريمافيرا ممكن ان هو يعرفه باي شكل هو عايزه. الفيلدز اللي هي مقصود بيها الاعمدة اللي ظاهرة قدامي. البريمافيرا فيه اعمدة ثابتة، بس ممكن اكون انا عايز اوجد او اعمل عمود مختلف بيعمل حاجه او فانكشن مش موجوده. فبلاقي عندي دايما في كولومز هنا في اليوزر ديفايند لو في حاجه معرفه من قبل اليوزر. طيب ايه الامثله اللي انا ممكن اعملها؟ ممكن مثلا يشوف مثلا الانشطه التوتال فلود بتاعها صفر او ماينس، ويكتب لي ان ده كريتيكال، والانشطه اللي التوتال فلود بتاعها اكبر من الصفر هيكتب مثلا نون كريتيكال. كل العمليات دي اقدر اعملها من خلال ان انا اعمل فيلد جديد، والفيلد ده ابدا ان انا اشغله او احط له حاجه زي الايكويشن بتاعت الاكسل كده. طيب نبدا من خلال انتربرايز، وهقول له يوزر ديفايند فيلدز. وهبدأ ان انا هعمل اد، دي طبعا الايه النازله ديفولت مع البرنامج. هبدأ ان انا اعمل اد واختار، سميه مثلا اكتيفيتي كريتيكال. وهنا بيقول لي الداتا تايب بتاعه ايه، وفي اكتر من داتا تايب. بمجرد ما بدوس السهم بيظهر لي هل هو كوست، فينيش ديت، انديكيتور، انتجر، نمبر، ستارت ديت، تكست. طيب انا لو عايز ان انا اخليه نص فهختار تكست. كده انا زودت عمود جديد اسمه اكتيفيتي كريتيكال، وهقول له كلوز. وعايز اظهر العمود ده هروح عند كولومز، هقول له يوزر ديفايند فيلدز، وهلاقي اكتيفيتي كريتيكال موجود، نخليه مثلا في الاخر، وهقول له اوكي. طيب ظهر عندي العمود الجديد اكتيفيتي كريتيكال وفاضي مفيش جواه اي داتا. طيب انا عايز ابدا ان انا اعبيه. ممكن اعبيه مانوال، ممكن نجي هنا كده مثلا واكتب الكلام اللي انا عايزه، او ان انا اعبيه بطريقه اوتوماتيك بصوره سريعه. الطريقه الاوتوماتيك دي بتبقى عن طريق الجلوبال تشينج. جلوبال تشينج هو امر البريمافيرا بيوفره لي ان انا اعمل تغيير على جميع الاكتيفيتيز برول او قاعده معينه. بيجي الكلام ده ازاي؟ ان انا بدخل على تولز واختار جلوبال تشينج، وعايز ابدأ ان انا اعمل نيو عشان يقول لي ايه الموديفيكيشن اللي انت عايز تعملها. اول حاجة بيقول لي select subject area، هل activities ولا activity resource assignment ولا project expenses. فهعمل على الactivities. الفقرة الاولانية بيقول لي if دي يقصد بيها ايه هي الرول اللي لما الاقي اكتيفيتي معين اطبق عليه حاجه معينه. بعد كده then دي الحاجه اللي هيطبقها. else لو ما انطبقش الشرط اعمل ايه؟ بمعنى مثلا if ان ال total float زي ما قلنا، مثلا if ال total float اصغر من او يساوي الزيرو، then لو لقيت الشرط تحقق اعمل ايه؟ هكتب مثلا كلمه critical في اليوزر ديفايند فيلد بتاعي. else طب لو الشرط ما تحققش اعمل ايه؟ طيب نبدا بالمثال بتاعنا ده، هنقول له where، وهفتح الخانه دي واختار total float، is اللي هي الاختبار المنطقي اللي انا عايز اشتغله، فمش هقول له equal، لا هقول له أصغر من أو يساوي less than or equal.
الفاليو كام؟ هي 0. اند لو انا عايز ان انا ازود شرط تاني بحيث ان الشرطين يتحققوا، وخلينا ان احنا نشيله لان احنا مش عايزين نحط شرط تاني. طيب then لما الشرط ده يتحقق اعمل ايه؟ هقول له اد البارامتر، هنروح بقى لليوزر ديفاين فيلد بتاعنا اللي هو اكتيفيتي كريتيكال يساوي كاستم، فهيقول لي دخل التكست اللي انت عايزه، هقول له مثلا اكتيفيتي is critical. and لو انا عايز اطبق حاجة تانية، طبعا ايه مش عايزين نطبق حاجة تانية، else ممكن ازودها وممكن لا، خلينا نزودها ماشي، وهنعمل نفس الشيء activity critical يساوي واختار custom واقول له activity is not critical. طيب واقول له اوكي. كده عمل global change، خلينا نديله اسم لو دوست apply change يبدأ ان هو يطبق لي التغيير ده. بيقول لي the global change contains parameters that cannot be cancelled after viewing the report. Do you wish to proceed؟ هل فعلا عايز تكمل؟ فهقول له yes. بيطلع لي ال change report او ال global change report، بيقول لي ان ال activity ID اللي هو A001، الفيلد اللي اسمه activity critical هتبقى الفاليو اللي جواه activity is critical، ولكل واحد بقى هيقول لي في حاجات critical وحاجات not critical وحاجات critical و not critical وهكذا. طيب اراجع التأثيرات كلها على الفيلد اللي اسمه activity critical. طيب خلاص وفعلا شغالة زي ما انا عايز. دلوقتي قدامي ان انا اقول له cancel changes، لا ال changes دي مش هي اللي انا عايزها، او ان انا اقول له commit changes عشان ينفذ. Would you like to save log file؟ نو. هلاقي ان هو نفذ، اعمل كلوز وارجع دلوقتي على الكاتيجوري بتاعتنا، هلاقي activity is critical و activity is not critical على حسب التوتال فلوت بتاع الاكتيفيتي. يبقى انا عندي critical و not critical. بس اقدر بقى اعمل اي user defined field واعمل global change اللي انا عايزه، بحيث ان انا اختبر حاجة معينة او اعرف نسب معينة او الكوست مثلا موجود بدون overhead وانا عايز ازود على جميع الكوست دي رقم ثابت لكل activity مثلا وهكذا، او مثلا تلت قيمة الاكتيفيتي او 25% من قيمة الاكتيفيتي وهكذا، اقدر بقى اعمل اللي انا عايزه. طيب خلينا نجرب الموضوع بتاع ال 25% مثلا، هقول له columns، خلينا نعمل user defined field الاول enterprise وهقول له user defined field وهسميه cost plus مثلا والرقم اللي جواه هيبقى number. الفرق بين number و integer، integer اللي هو رقم صحيح، number ممكن يكون فيه كسور، ممكن نخليه بقى cost عشان يبقى بالكرنسي كمان، وهقول له close. كده بقى فيه field جديد اروح ازيره من columns user defined field cost plus، نزله تحت خالص واقول له اوكي. وهاجي هنا اعمل global change من التولز، اختار global change
ونيو، عايز اسميه كوست بلس، وير هسيبها فاضيه عشان ينطبق على كل الاكتيفيتيز. then هعمل اد فيها وهقول له فين اليوزر ديفاين فيلد بتاعي، كان اسمه ايه؟ كان اسمه كوست بلس. يساوي البارامتر فاليو هندور على البادجتد كوست، بادجتد توتال كوست اهي، و اوبريتور اللي هو علامة الضرب او الجمع او الطرح او القسمة، هضربها في كام؟ في اقول له كاستم واكتب الرقم. احنا قلنا هناخد التوتال كوست نضربها في 1.25 عشان نزود 25%، في 1.25، وهقول له اوكي على التشينج ده، والتشينج مش هتفرق بقى، ممكن اقول له اليوزر او لا، واعمل له ابلاي الرسالة التحذيرية، هقول له يس، يطلع لي الريبورت ان الكوست بلس بقت فيه القيم الفلانية للاكتيفيتيز التالية. اتأكد بس من شكل التغيير ان هو كله على الكوست بلس، مفيش حاجة زيادة، وهعمل في الاخر كوميت changes طبق لي النتائج دي. عايز لوج، هقول له لأ، واعمل كلوز، وهلاقي ان كل اكتيفيتي بقت قيمته جنبها قيمة تانية عبارة عن 1.25 من القيمة دي، 3400 بقت 4250، والتوتال بروجكت 341، القيمة الكوست بلس تبقى 426.